وفضل التراويح هو ما جاء في فضل قيام الليل الوارد في الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، هو الأمر الذي حث الله جل وعلا عليه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يدخل في فضائل قيام الليل وفي مدح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبتعدون عن النوم يقومون للصلاة، هذا كله من فضائل التراويح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تقول له عائشة: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن كل ما ورد في صلاة الليل فهو يدل على فضل صلاة التراويح.